عقد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي ونظير القبرصي جورج بانستيتسيسو جلسة مباحثات في نيقوسيا لمناقشة سبل التعاون للتعجيل باستغلال اكتشافات الغاز الطبيعي في المنطقة الاقتصادية الخاصة لقبرص. خلال المباحثات تمت مناقشة التطورات الدولية والإقليمية في قطاع الطاقة، والتأكيد كذلك على الحاجة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في إنشاء ممر موثوق للطاقة من شرق البحر المتوسط إلى أوروبا لنقل الغاز الطبيعي والطاقة الخضراء. عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب لقاء مع المدير التنفيذي لمجموعة سان جوبان مصر. أكد الوزير خلال اللقاء حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم للشركة لريادة استثماراتها في مصر بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية. استعرض اللقاء مشروعات الشراكة الحالية في مصر وكذا خططها المستقبلية للاستثمار والتوسع في السوق المصري في مجال صناعة مواد البناء المستدامة. كما استعرض اللقاء خطة الشركة الحالية لتنفيذ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 300 مليون يورو خلال 3 سنوات. في إطار رئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للجنة التيسير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة ما بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027 تم عقد الاجتماعات التنسيقية الفنية بمشاركة الجهات الوطنية المعنية برئاسة مجموعات النتائج، وذلك ضمن الأعمال التحضيرية للاجتماعات السنوية التي يتم عقدها على مستوى مجموعات النتائج الفنية للعام الحالي، وتمهيدا لعقد اجتماع لجنة التسيير المشتركة خلال الفترة القادمة. ترأس نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير الاجتماع الخامس للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية. ناقش الحضور دراسة استحداث إجراءات وضوابط لمنع الإتجار في الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو تسقيعها أو الإتجار فيها، وأن تقتصر تنمية الأرض الصناعية على مالك الأرض الأصلي. كما استعرض الاجتماع آليات تعزيز انسياب الصادرات خاصة الملابس والمنسوجات إلى تركيا باعتبارها أحد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية وبوابة رئيسية لنفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية. كما استعرض اللقاء حزمة من الإجراءات التنظيمية لتسيير نفاذ الصادرات المصرية من المنافذ الحدودية مع السودان وليبيا. الاجتماع أيضا استعرض المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية في مدينة العالمين الجديدة والموقف التنفيذي حتى الآن مشروع الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بالعالمين. في أسواق المال أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم في جلسة نهاية الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب. يعمل التعاملات المصريين والعرب للبيع وسط تداولات كلية بلغت 6.6 مليار جنيه. ربح فيها رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق 28 مليار جنيه عند مستوى 2.103 تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بما نسبته 21% ليسجل ما قيمته 30,774 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بما نسبته 5% ليصل ويحقق ما قيمته 7076 نقطة. كذلك صعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 14% ليغلق عند مستوى 10148 نقطة. من أخبار المال وفي أخبار البورصة إلى أسواق البترول العالمية والتي ارتفعت فيها أسعار النفط ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات بعد تراجعه على مدار جلستين، حيث عادت المخاوف المتعلقة بالإمدادات في ليبيا إلى الواجهة، كما ساهم الانخفاض الأقل من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية في تراجع التوقعات بشأن الطلب العالمي.
هذا وقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت الوسيط بنسبة 0.3% لتصل إلى 78 دولار و 78 سنتا للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما نسبة 0.2% ليحقق 74 دولار و 72 سنتا للبرميل. ارتفعت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.85% لتصل وتحقق ما قيمته 2.31 للتر. وارتفعت كذلك أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.41% لتسجل ما قيمته 2.68 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. حطم متظاهرون لبنانيون محبطون واجهات البنوك والمحال في بيروت مطالبين بالوصول الفوري إلى مدخراتهم. فرضت البنوك اللبنانية والتي تعاني ضائقة مالية فرضت قيودا غير رسمية على السحب النقدي بالدولار ما أدى إلى محاصرة مدخرات الكثيرين. وفي أحد أحياء شرقي بيروت حطم متظاهرون الواجهات الزجاجية لبعض البنوك بينما أشعل آخرون النار في إطارات سيارات خارج مصارف محمية بدروع معدنية. أعلن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أنه لا منطق في دعم إيران للبنزين، لكنه لم يؤكد النية في تغيير سياسة الحكومة القائمة منذ فترة طويلة. هذا وانتقد بازشكيان سياسة الدعم وصفها بأنها غير قابلة للاستمرار اقتصاديا، حيث أنها تستنزف الأموال العامة من مجالات أخرى كرواتب التقاعد أو شراء القمح. وصلنا معكم مشاهدين الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال، وبها نصل إلى ختام نشرة السادسة، ولم يتبقى فيها سوى التذكير بأهم العناوين مع زملائي دينا فكري ويوسف عبدين. شكرا لك مصطفى ميزار.